أما الأهرام فقالت إن فرس وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي في اللحاق بمواجهة طلائع الجيش المقرر ليها إن شاء الله بكرة مساء ضمن فعاليات مسابقة الدوري زادت وبشكل كبير. وليد سليمان رجع من ألمانيا بعد ما خضع لبرنامج تقوية لمنطقة الركبة واللي كان اتعرض للإصابة فيها في يناير اللي فات. ظهر وليد سليمان كمان بشكل كويس جدا في التدريبات الأخيرة خصوصا بعد ما شارك في تقسيمة امبارح وكان طبعا يشارك فيها بشكل رائع وده اللي خلى كل الأنظار تتلفت لي امبارح في التدريب. وبسبب ده مارتين لاسارتي المدير الفني بيفكر ان هو يضمه للقائمه عشان يديله فرصه ويشارك اساسي على فترات لان طبعا الفتره اللي جايه دي هتحتاج جهود كل اللعيبه في النادي الاهلي.